مكملين بفيديوهات التحسين اللي بلشنا فيها على عمليات كراود اللي هي كرييت ريد ابديت ديليت. اذا بنتذكر ملف الراوت اللي عندي تبع الاي بي اي كان بهذا المنظر، كنا عاملين 5 راوت، كل راوت كان فيه له مهمه، شي كرمال الاندكس وشي للستور والابديت والشو والديستروي. طيب هذا الشكل جدا ممتاز واموري كلها شغاله وما عندي اي مشاكل، لكن مثل ما اتفقنا انا دائما بحاول وفر كودي قدر الامكان. يعني اي شيء بحاول ببحث عنه، مثلا اذا هاي العمليات كلها ما في داعي لها، فيني وفرها مثلا بسطر واحد، فليش لا؟ يعني طبعا بصير كودي قابل للقراءه اكثر ومفهوم من باقي المطورين، وما بده يعني مناقشه كثير انه يقرا كل سطر اذا فيني بدله بسطر واحد. طيب شو هو هذا السطر السحري اللي بيغنيني عن هالخمسه راوت اللي عرفتها، وكيف هذا الراوت الوحيد اللي بدي اعرفه بيقدر يوصل للتاسك كنترولر لكل فانكشن موجوده جواته؟ هلا رح نتعرف بالتفصيل شو هو هذا الراوت، بس قبل ما نبلش خلونا متفقين على هي النقطه، انه تقريبا اغلب مشاريعنا عم بيكون فيها عمليات كراود. يعني مثلا والله جاي شخص يسجل عندي بالتطبيق، فهذا الشخص فيه له بروفايل، هذا البروفايل فيه يقراه، فيه يعدله، فيه يحسبه كمان، وفيه يساوي هاي عمليات الكراود يطبقها كلها على بروفايل. يعني عم بتكون شغله ثابته بجزئيه معينه بالتطبيق تقريبا دائما عمليات الكراود. وعندي مثال ثاني، مثلا منتج لنفرض، مو انا كمان مثلا اذا بضيف منتج على تطبيقي كمان هذا المنتج بيتعدل وبينحذف وبينقرا. يعني كل العمليات عم تتطبق وعم بتكون ثابته. لهيك لارافيل موفرت لي راوت اسمه API، او فينا نقول API resource، تمام؟ فهذا الراوت مباشرة بيفهم شو العمليات اللي انا بدي ساوي ضمن الفانكشن. طيب لنفرض ما فهمتوا ابدا شيء، خلونا نشوف كيف بنزل هذا الراوت اللي عملكم عليه اللي هو API resource. انا بدي جهز الكنترولر تبعي، الكنترولر اللي فيه الريسورز اللي هن تبع عمليات الكراود، بينزلوا بشكل جاهز ضمن الكنترولر لما بيطبق عمليات كراود. طيب كيف بيصير هذا الشيء؟ هلا بنشوف. راح له ميك كنترولر، هذا الكنترولر راح بيكون مزود بالاي بي اي. هلا في شغله بدل الاي بي اي في شغله اسمها الريسورز، هي بتوفر لي فانكشن اكثر كرمال عمليات لما استخدم الويب. ما في داعي تفوتوا بهالتفصيلة حاليا، لكن بدنا نتعلم نحن الـ API. لاحظتوا شو ساويت هون؟ نفسه كيف بعمل كنترولر، بس ضفت عليها داش داش API. طيب بدي سمي الكنترولر طبعا، معقول نسيته؟ شو بدي سمي الكنترولر تبعي؟ بدي سميه Task Controller. كنترولر، تمام؟ طيب هل الكنترولر هذا بينزل كمان وانا اصلا عندي كنترولر موجود؟ اكيد ما راح ينزل. نجرب. طبعا اعطاني ايرور لانه حكى لي اوريدي اكزيست. انا عندي هاي الكنترولر له نفس الاسم تاسك كنترولر، لهيك بدي اضطر انه احذفه كرمال نزل محله تاسك كنترولر. لكن كود وين بدي يروح فيه؟ لا تحذفوه، حاولوا حافظوا عليه حاليا. خلينا نعمل له كوبي، تمام، ونخليه حاليا بجنبنا بس لننفذ هاي العمليه ونرجع نحطها بالكنترولر الجديد. طيب خلونا حاطينه هون حاليا بس، ونحذف هاد الكنترولر، تمام، عملنا له ديليت. هلا بننزل الكنترولر الجديد. ضرب ايرور عندي انا هون بسبب سنتكس ايرور، عم يقول لي انه ضمن الراوتس اي بي اي بسبب الايرور. طب خلينا نعمل له كومنت لهود، تمام، نعمل سيف. هلا نرجع، تمام. طيب هلا نزلت الكنترولر تبعي، راح لاقي التاسك كنترولر، بس هالتاسك كنترولر هالمره ما انه فاضي، موجود فيه فانكشن اندكس ستور شو ابديت ديستروي، نفس الشغلات اللي انا كنت عم ساويها بايدي وجهزها. لاحظتوا كيف وفر لي اياهم ضمن الكنترولر تبعه، وعطيني كومنت انه هي كرمال تعرض لك كل شيء، كل شيء ليست عندك، تمام. ففيني هسه عادي هي كرمال اعمل لك توضيحات انه كرمال تعمل ستور عفوا، وهي كرمال تعرض ريسورس معين، وهي كرمال تعمل ابديت. كل الامور شارح لي اياها بالتفصيل هو. طب هي مو نفس الفانكشن اللي انا كنت عم ساويهم؟ نفسهم تماما. لاحظوا شو عم يستقبلوا، مثلا نلاحظ بس الاندكس، قارنون الاندكس نفسه،
انا كاتب جواتها ايش اللي بدي اياه. الستور بتاخذ ريكويست، انا عملت لها ستور تاسك ريكويست، تمام. كنت كاتبه بشكل منفصل كرمال عمليه الفاليديشن. طيب الشو، شو وينها؟ ليك الشو تستقبل شو؟ تستقبل اي دي. هو شو عامله كمان؟ بتستقبل اي دي، حاطه انتجر بنخليها انتجر، حاطه هو عفوا سترينج فبنخليها انتجر، تمام. لكن سترينج كمان على فكره بتكون شغاله. طيب وكرمال الديستروي، ديستروي تستقبل كرمال احذف شيء بقول له انتجر كمان. لاحظتوا الكود حتى هي كمان تبع الابديت انتجر، لاحظتوا نفس الشغلات اللي انا مساويها نزل لي اياها مباشره بس بكتب الكود جواته. طيب خلوني ارجع انا الكود تبعي لهنيك، فيني احذفهم لهنيك بكل بساطه بس حبيت ورجيكم اياهم، تمام. وبنرجع نمسحهم وبنزل الكود تبعي. ضارب ايرور وين برايكون على التاسك لانه مو معمل له امبورت، يعني مو معمل له يوز فوق له تاسك، تمام. وهي الستور ريكويست برجع بمسح واحدة اذا ما بتعرفوا وبتكبسوا كنترول مسطره بعطيكم التتمه تبع الشيء اللي انت عم تستخدمه وبترجع بتعطيه انتر فبينضاف مباشره فوق، تمام. وبنعمل سيف في ايرور، تمام. كرمال الابديت كمان المفروض سويتوها بالفيديوهات، بالفيديو الماضي عفوا، لانه طلبت منكم تعملوا عمليه الابديت لحالكم وتجربوا عمليه المسج. طيب انا هلا لهلا ما انتبهت انه شو استفدت من هاي الحركه ابدا. طب صحيح ما استفدنا منها الحركه غير شيء بسيط، هلا هون الفائده الكبيره انه راح اعرف اي بي اي ريسورس، تمام. لاحظوا شو حددت نوع محل نوع ال HTTP، كتبت اي بي اي ريسورس كرمال يفهم لوين رايح. لما تقول له اي بي اي ريسورس فانت راح تقول له اسم الراوت تاسكس وتقول له رايح على التاسك كنترولر، تمام. وهي كلاس بس، لا بتحدد له فانكشن رايح عليه ولا بتحدد له شيء، بس وهذا كله ما عاد بدي اياه انا. طيب خلونا نشوف شلون بنستخدمه، معقول هذا الشيء شلون بيفهم على اي فانكشن انا بدي اروح؟ بروح ببساطه على الستاندر كلاينت، بفتح ريكويست جديده مثلا، هي انا ليكني مستخدم الاي بي اي اللي هو التاسكس، تمام. طيب انا شو بدي اساوي بهي التاسكس؟ بدي استعرض كل شيء، او خلينا نضيف اول شيء، خلونا نفضي الذاكره تبعي، او خلينا نشغل المشروع اول، تمام. طيب خلونا نفضي انا كل شيء عندي ضمن الجداول، ممتاز. انا بدي اضيف هلا شيء جديد، لما اضيف شيء جديد شو كنت بعمل؟ هلا ما عندي ولا نوع HTTP. طيب انا لما كنت بدي اضيف ممكن بعمل بوست، بس اعمل بوست، تمام. لما بدك تضيف ممكن تبعت بيانات. طيب جد تعال نجرب نعمل سين، لاحظوا شو حكالي، التايتل ريكويرد، هي تايتل صار يفهم لحاله، التايتل ليرن لارافيل، نعمل سيند. البريوريتي مطلوبه، طبعا اتفقنا انه ديسكريبشن عادي وقت سويناه انه فيك تستقبل قيمه فارغه، مو هيك اتذكر، هاي ديسكريبشن نل وسويناها من ضمن الجدول انه بيستقبل قيمه فارغه كمان ما تنسوا. طيب بدي ادخل يعني بس تايتل وشو كمان البريوريتي مثل ما هي اللي عاطيني اياها، دخل بريوريتي هي واحد، بعمل سيند، ممتاز اتخزن. خلينا نعمل اكثر من سيند، تمام. خزنت 10 عناصر ضمن الجدول تبعي. طيب خلونا نعرضهم، او خلونا نعمل ابديت للاي دي العاشر مثلا اللي انا فاتح عليه هلا، خلي ليرن لارافيل 11، تمام. نعمل سيند، ما راح تزبط، ليش؟ لانه كرمال التعديل انا بعثت له اي دي هو لحاله فهمان كل هي الامور، نفسها فيكم تعتبروه مطبقه ضمن هذا الاي بي اي ريسورس، يعني هي المعايير ثابته دائما. كرمال تعدل بتقول له بوت، تمام. نعمل سيند وبعثت له الاي دي الصحيح، ما تنسوا مو انه ما تبعث له اي دي، لا لازم تبعث له اي دي كمان كرمال يروح على الراوت اللي هو تبع البوت، ممتاز. صار التايتل ليرن لارافيل 11، ديسكريبشن طبعا نل. طيب هلا نلغي كل هاي الشغلات ونجرب تبع اول، يرجع لي كل شيء عن طريق شو كنا نقول؟ جيت، جيب لي كل شيء، ممتاز جيب لي اياهم كلهم. طيب عرض لي شيء معين، هاي بدي الاي دي الاول، جيت الاول، كيف كنا نعمل هون؟ ليك الجيت وببعث معه اي دي وبيعمل شو، هاي الشو عندي اياها جاهزه بس لحاله بيفهم لوين عم بيروح، تمام. شو ضل عندي؟ طلع عندي ديليت، بس بقول له ديليت ببساطه، ديليت انحذف، جيت الاول ما عندي اول انحذف،
الثاني موجود، حذفت بس الأول أنا. فلاحظتوا كيف وفرت من كل هاي الأسطر لسطر واحد، لأنه أنا بعدين رح بصير عندي راوت بكمية كبيرة، فأنا بدي بس فرصة صغيرة بس كرمال صغر عمليات الراوت اللي عندي. فبأي شيء بحاول صغر الراوت ويكون مفهوم بالنسبة للشخص اللي بياخد الكود من بعدي، لأنه طبعا لازم أحاول أنه يكون الكود مقروء من قبل الجميع. هيك بتصير عملية الريسورس واضحة جدا بالنسبة للشخص الثاني بسطر واحد، بيفهم أنت شو مساوي بهاد الكنترولر. وطبعا وفرت على حالي أنا أصلا كتابة 5 أسطر من عمليات الراوت وفرتها بسطر واحد، يعني صار الكود عندي هلأ واضح أكثر وقابل للقراءة وموحد عند الكل، كله بيعرف هاي المعلومة. طيب وصلنا لنهاية هذا الفيديو، هلأ بشوفكن بالفيديو الجاي، موفقين جميعاً.